السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذا بس فيديو بسيط كمان علشان يعني ذكرت انه لازم احكي لكم كيف يعني وضعتهم كلياتهم تابس هون عندي. فعليا الجي ان اس 3 اذا القيتوا نظرة هون في عندك كونسول از اون بورت 35001، هاي للراوتر 1. لو اجيت هاي سطر رقم 4 هون عندك كونسول از اون بورت 3502، فهو بيعمل تلنت لهم. فهون لو جينا حكينا له هي كونسول على البورت 35003، اجيت هون حكيت له طبعا تفتح تاب جديدة، طبعا انت سميها مثلا يعني R او J، مثلا خلينا نحكي J1. طبعا J1 تلنت على 120.127.0.0.1 اللي هو لوكال هوست يعني تبعك. بعدين بتحكي له 35.0.1، ليش؟ لانه هذا الراوتر 1 اللي بدك تشبك عليه. فانت حاليا يعني هون صورت. فبتقدر تشوف انه ما في فرق نهائيا. حتى لو حكيت له هون، لو جينا على هذا اللي فتحناه جديد حكينا له شو كل الكونفيجريشن زي اللي احنا عملناها 100%. وهي الحالة يعني بنقدر نكسب يعني تنظيم اكثر ومساحة اكبر على الشاشة. يعني انت حر يعني بالامور بتعملها، لكن هم كجي ان اس 3 بيقوموا بهاي العملية. انت بتعمل تلنت على كل انترفيس، لكن هذا راوتر حقيقي يعني مش انا موصل عليه تو ايثرنت، بتضيف عليهم ايثرنت وبتعملهم يعني على الفيزيكال ادرس. بينما هون يعني في مرات بصير عندك مشاكل، جرب حاول انت اخترع يعني الحل. شوف على النت، تابع على النت واسأل مرة ومرتين وثلاث وفوت وظلك يعني متابع كل الأمور اللي بتصير على مجال الشبكات، لأنه هو مجال بتغير يعني كثير دائم التغير. فإذا تركته فترة يعني تقريبا 6 أشهر لسنة، ممكن أنك بحاجة لمجهود عملاق لحتى ما ترجع مرة ثانية عليه، لأنه بيكون في معلومات كثيرة أنت بحاجة إليها. السلام عليكم ورحمة الله.